ثمنه؟ حوالي يعني عايز اعرف بالظبط. الاوتوبيس ده تكلفته 2,600,000. وده طبعا رقم كبير انما بالاسعار اللي موجوده حاليا النوعيه دي لو اتوبيس من الغرب باي وسيله كان هيكون في حدود 3,600,000 يعني اقل طبعا بنفس الكفاءه بنفس المواصفات كل شيء تمام. بس ده انتاج صيني وده انتاج غربي. لا مرحليه 13 وبعدين مخطط ان شاء الله السنه الجايه 2019 يكون انتاج في الشركه الهندسيه 150 زي ما قال سيد رئيس الشركه 150 اتوبيس فمرحليا انما مش ممكن يكون في انتاج بالنسبه لخدمه الواي فاي الخدمه شغاله حاليا وجي بي اس شغال. هذه الخدمه موجوده في عربياتنا للثلاث شركات موجوده اوريدي.